أشاد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في التصدي للجائحة من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والتي أسهمت في تقليل التداعيات السلبية على المواطنين. كما ثمن معاليه عاليا الدور الحيوي الذي يقوم به الفريق الوطني برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما اتخذه من إجراءات وقرارات تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين في شتى المجالات. وأكد معالي الوزير أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها قد قامت منذ ظهور فيروس كورونا في شهر مارس الماضي وانتشاره في العالم بعقد العديد من الاجتماعات للوقوف على المستجدات وأخذ التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس وتقديم ما يمكن تقديمه من مواد ودعم اللوجستي للحيلولة دون انتشاره في مرافق العمل. ونوه معاليه إلى أن القطاع النفطي يشهد اهتماما كبيرا من القيادة الحكيمة أثمرت عن تحقيق نهضة ملحوظة في هذا القطاع الداعم الرئيسي في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشاريع النفطية الكبيرة بالتعاون مع كبريات الشركات النفطية العالمية.